فيها حاجة حلوة بالتأكيد. خلونا نصبح على حضراتكم مرة تانية ونروح نصبح على زميلتنا لميا ونعرف منها أسعار الذهب والعملات، لكن الأول نسألها سؤال حلقتنا. لميا صباح الخير. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير عليك يا جمعة. صباح الخير يا لميا. قولي لي، بتشاركي حد في قراراتك اللي بتاخديها وليه؟ الحقيقة أنا كنت في الأول بعمل كده، يعني كنت بسأل كل الناس اللي حواليا عن أي حاجة، بس في لحظة كده وقفت لقيت إن كل الناس بدأت تقحم حياتها أو تدخل تقحم حياتك جدا بشكل فج يعني، ولازم تعرف أو تبحث حواليك وتصدر قرارات، وبقى أمر يعني لازم تقول كل حاجة عن نفسك. فأخذت خطوة لورا كده وقلت لا، مش طبيعي ان انا اخد راي كل الناس في كل حاجه تخصني، خصوصا لو كانت حاجه شخصيه. علشان كده بدات اخد الخطوه دي وما احكيش، مش ضروري ان انا احكي. زي ما جمانة قالت من شويه، تجارب الناس مش زي تجربتي، حياتهم الشخصيه او حتى طاقتهم مش زي طاقتي. فخلاص لازم بقى يعني خبرتك في الحياه هي اللي تخليك تاخد القرار الصح او المظبوط، ومش ضروري ابدا ان انت تدخل الناس او الغلط بالمناسبه وتتعلمي منه، يعني حتى لو القرار غلط الحياه تجارب فعلا. فلا، ما اظنش انه صح ابدا ان انا اخد راي كل الناس، او يمكن يعني اقفل دايرتي قوي مع شخص شوية او اتنين بالكتير يبقوا فاهمينك صح، عارفين يدوك النصيحه او الحكمه المظبوطه علشان تقدر تدير حياتك بشكل مظبوط. صحيح. ممكن اعرف اسعار الذهب بدون تدخل؟ هعرفك دلوقتي حالا.